بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل الآن محاضرات الهندسة الوصفية، وموضوعنا اليوم هو تمثيل المخروط. المخروط هو مقسم ناتج من دوران خط TE، يطلق عليه اسم الراسم دورة كاملة من نقطة ثابتة تسمى رأس المخروط نقطة T، وبزاوية ثابتة ألفا، وذلك بالنسبة لخط آخر TM يطلق عليه محور المخروط. إذا كانت الزاوية بين محور المخروط وقاعدته قائمة، أطلق على المخروط دائري قائم، ما عدا ذلك كان المخروط مائلا. لو جينا شفنا بالنسبة للرسمة اللي موجودة قدامنا، في عندي ده اللي باللون الأخضر عبارة عن مستوى قاعدة المخروط R، وعندي T رأس المخروط نص قطر قاعدة المخروط R ومركزها M، والزاوية قائمة بين محور المخروط TM والقاعدة الممثلة في المستوى، والارتفاع بقيمة H. في حالة وقوع مستوى دائرة المخروط في المستوى الأفقي أو الرأسي أو الجانبي، تظهر القاعدة على شكل دائرة في المساقط الواقع بها قاعدة المخروط. تعيين مساقط المخروط تكون بمعلومات: أولا، مساقط المخروط تتمثل في رأس المخروط والدائرة الممثلة لقاعدة المخروط. يبقى تعيين مساقط مخروط تكون بمعلومات: أول حاجة، مستوى قاعدة المخروط R ومركز دائرة المخروط اللي هو نقطة M ونصف قطر دائرة المخروط R وارتفاعه H. مثال: المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم قاعدته تقع في المستوى، ومدينا المستوى بإحداثيته، ومركز القاعدة إما طبعا فيها جزء ناقص على أساس إن النقطة دي موجودة في القاعدة، والقاعدة مستوى القاعدة كله معلوم. علما بوقوع النقطة إي، مدينا نقطة إي على محيط القاعدة، طبعا برضك على محيط القاعدة معناها إنها في مستوى القاعدة، وبالتالي لو كان في حاجة ناقصة هيمكن استنتاجها، وكان ارتفاع المخروط مدينا قيمته. تمثيل المخروط وصفيا: أولا، نمثل المستوى قاعدة مخروط R والممثلة في أثريه R' و R'. بالنسبة لنقطة M'' يمكن تعيينها من الإحداثيات، وبأخذ خط موازي لخط الأرض ثم عمود على خط الأرض وموازي للأثر الأفقي R' وتقابله مع خط التناظر الرأسي حيعطي نقطة M'. نقطة A برضك بنفس الطريقة، في عندي نقطة A برضك وقع في مستوى القاعدة اللي هي نقطة A ديت، فبرضك بنفس الطريقة ممكن أحدد موقع A'. تعيين نص قطر دائرة المخروط: طبعا عندي ME دي تمثل نص القطر، بنحول الخط ME إلى خط في أو مستقيم في وضع خاص، أو نجي فرق الإحداثيات كما هو مبين، بنيجي ناخد طول المسقط الأفقي A'M' نحطه على خط في
رسمة منفصلة، وقيمة دلتا زد بين ام دبل داش و اي دبل داش بنحطها في الاتجاه الراسي على الخط في الرسمة المنفصلة، وبالتالي لما نوصل الخط ده فهيديني قيمة ار اللي هي الطول الحقيقي للخط ام دبل داش اي دبل داش. بعد كده باجي امثل دائرة المخروط باني باجي من نقطة ام دبل داش برسم موازي للأثر الرأسي ونضع على جانبيه قيمة R نصف القطر، وكذلك في المسقط الأفقي من M داش نرسم خط موازي للأثر الأفقي ونضع عليه قيمة R على جانبيه، فتحددت القطر الأكبر في كلا المسقطين. بعد كده بنيجي ناخد خط عمودي مستقيم عمودي من ام داش على الأثر الأفقي، فده هيبقى واقع عليه نصف قطر الأثر سواء في المسقط الأفقي أو في المسقط الرأسي. لو جينا شفنا نقطة واحد داش اللي هي نهاية القطر في المسقط الأفقي، شفنا موقعها في المسقط الرأسي نقطة واحد دبل داش، من واحد دبل داش بنفتح فتحة بقيمة نصف القطر R وبنقطع المحور أو اتجاه المحور الأصغر، فتتحدد نقطة تقاطع الخط مع المحور الأكبر كما هو مبين باللون الأحمر القيمة ديت، يبقى هو ده نصف قطر المحور الأصغر في المسقط الرأسي. باخد القيمة ديت وأحطها في الاتجاه العمودي من M دبل داش على جانبيه، فتحدد كده نهايتي المحور الأصغر في المسقط الرأسي. بعد كده برسم القطع الناقص كما سبق بيانه في تمثيل الدائرة. وبنفس الطريقة يمكن رسم المسقط الأفقي لقاعدة المخروط كما هو مبين. يبقى تحديد رأس المخروط T على الاتجاه الرأسي من نقطة M دبل داش، نختار أي نقطة ولتكن نقطة 2 دبل داش، نوجد مسقطها الأفقي بنسقط بخط التناظر الرأسي نحصل على نقطة 2 داش، بنجيب الطول الحقيقي للمسافة M 2 وعليه نوقع طول ارتفاع أو ارتفاع المخروط من نقطة M. بنفس الطريقة ناخد خط أفقي نضع عليه المسقط الأفقي M داش 2 داش، وفرق الإحداثيات الرأسية بين 2 و M اللي هي هتبقى قيمة دلتا زد 2 اللي هي فرق الإحداثيات في المسقط الرأسي بين نقطة 2 ونقطة M اللي هي قيمة دي زد 1 ديت، هنيجي نحط القيمة دي موجودة فوق، وبعد كده هوصل بنقطة M داش فهيديلي ده الطول الحقيقي. من الطول الحقيقي
وابتداء من نقطة M داش نحدد الارتفاع أو المسافة H اللي بتساوي القيمة المعطاة، فتتحدد نقطة ناخد موازي عمودي على الخط الأفقي فتتحدد نقطة T داش. بعد ذلك ناخد نقطة المسافة M داش T داش ونوقع على المسقط الأفقي فتتحدد نقطة T داش، وبخط التناظر الرأسي نحصل على T دبل داش، وبالتالي هيبقى المخروط اكتمل تمثيله بهذه الطريقة. بعد ذلك نبدأ في تعيين الظاهر المختفي، وذلك تبعا للقواعد التي ذكرت من قبل. الحدود الخارجية هتكون ظاهرة، وأقرب خط أقرب نقطة من خط الأرض بالنسبة للمسقط الأفقي هيبقى مختفي في المسقط الرأسي، وكذلك بالنسبة للمسقط الأفقي. مثال 2، المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم. المعلوم منه نقطة A على سطح المخروط، يبقى هنا دلوقتي A اللي معلوم، عندي نقطة A على سطح المخروط. طيب عندي مستوى القاعدة مديها لي اللي هي R، وعندي مركز القاعدة اللي هي نقطة M مديها لي، وعندي ارتفاع المخروط اللي هو H. ازاي نمثل المخروط ده؟ خطوات الحل. أول حاجة إقامة عمود من نقطة M، يبقى من عند نقطة M أقيم عمود على المستوى R، وعليه بنحدد المسافة H، وبالتالي حددنا نقطة T. عندي TA، لو وصلنا T بنقطة A اللي هي النقطة الموجودة على سطح المخروط، ده هيديلي أحد رواسم المخروط. تقاطع TA مع مستوى القاعدة R هيكون في نقطة B، فيتحدد نصف قطر BM اللي هو قيمة R اللي هي نصف قطر، يبقى نصف قطر تحدد، وعندي H متحددة، يبقى إذن بالطريقة دي يمكن تمثيل المخروط. مثال آخر، المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم. المعلوم فيه مستوى القاعدة، طبعا هنا بالنسبة للوصف هيبقى سهل طالما عرفنا الحل الفراغي، عملية مكررة. يعني عندي دلوقتي هنا مديلي هنا مستوى القاعدة R، ومديلي مركز القاعدة اللي هي نقطة M. طبعا ما نستبعدش ان نقطة M هيبقى فيها احداثي من الثلاث احداثيات هيبقى مش معروفة، فممكن نجيبها على أساس إنها موجودة في المستوى القاعدة R. ومديلي نقطة A دي تقع على محيط القاعدة، يعني هنا عندي نقطة A دي موجودة على محيط القاعدة، ومديلي ارتفاع المخروط. طيب ارتفاع المخروط موجود، وعندي المركز موجود، وعندي M و A موجودين، يبقى خلاص يبقى إذا تحدد نصف القطر ما فيهاش أي مشكلة المسألة دي. لو جينا شفنا بعض التفاصيل، هنيجي نقول افرض المستوى R وصفيا موجود بالطريقة دي، وعندي نقطة M دبل داش اهي موجودة. طبعا هنا ممكن اجي اخد، طبعا قلنا فيها حاجة فيها احداث هيبقى غير معلوم، فاجي اخد موازي عمود وموازي للأثر الأفقي يقابل خط التناظر في نقطة M داش، يبقى تحدد نقطة M. عندي MA دي بتدي لي قيمة R، A دي موجودة، يبقى إذا سهلة موجودة، ممكن نجيب الطول الحقيقي للارتفاع. باجي من نقطة M، بنيجي نقول إقامة عمود من نقطة M على المستوى، يبقى إذا باخد عمود الناحية دي في المستوى الأفقي أو في المستوى الرأسي نفس الكلام. باجي أختار أي نقطة ولتكن نقطة واحد دبل داش،
وممكن أدورها مباشرة نوتس بحداش أحولها إلى مستقيم في وضع خاص، يبقى إذا باجي بفتحة M دبل داش واحد دبل داش وفتح قوس برجل وأوصلها لغاية لما يجي على الخط الأفقي، وبعد كده بخط تناظر يجي يقابل الخط الأفقي المار بنقطة واحد داش، فهيتقابل في نقطة نوصلها ب M داش، فيتحدد الارتفاع H على الخط الطول الحقيقي بداية من M داش، ومنها أجي أخد موازي لخط الأرض، فتتحدد نقطة T داش، من T داش ممكن بخط التناظر الرأسي ممكن أوصل إلى T دبل داش. يبقى إذا عندي T دبل داش موجودة، وعندي نقطة A ديت معطاة بالكامل من رأس المسألة، يبقى إذا زي ما قلنا MA ده هيحدد لي الطول الحقيقي، ممكن نطلع الطول الحقيقي لنصف القطر. برضك بنفس الطريقة أوصل M دبل داش A دبل داش و M داش A داش، وأطلع الطول الحقيقي زي ما قلنا، وطلعت الطول الحقيقي، نوقع القاعدة ونستكمل تمثيل المخروط ثم نعين الظاهر والمختفي. مثال آخر، المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم، المعلوم منه محور المخروط ينطبق على المستقيم L، نقطة A تقع على قاعدة المخروط وارتفاع المخروط معطى. يبقى هنا دلوقتي اهو مديلي اول حاجة محور المخروط، يبقى اذا هنا بيقول لك واقع على الخط L، كويس. وعندي نقطة A موجودة على القاعدة بتاعت المخروط، يبقى اذا موجودة على الدايرة، دائرة اللي هي او قاعدة المخروط، كويس. لو جينا بصينا للشكل اللي قدامنا ده، انا عندي الخط مستقيم L، طيب تقاطع الخط مستقيم L مع مستوى القاعدة R هيديلي نقطة M اللي هو المركز. طيب المركز اول ما حددته ممكن اخد على نفس الخط ده مسافة حقيقية بالارتفاع H، يبقى اذا اتحددت نقطة T. نقطة A ده موجودة، يعني الإحداثية بتاعتها موجودة، يبقى إذا عندي MA أجيب الطول الحقيقي بتاعها فهيطلع اللي هو نصف القطر. بقى عندي نصف القطر وعندي المركز وعندي ارتفاع المخروط، يمكن تمثيل المخروط بمنتهى البساطة. لو جينا مثلا قلنا أدي L داش و L دبل داش، وأدي نقطة A متحددة بالطريقة ديت، قلنا من نقطة A هناخد مستوى عمودي على المحور L، ازاي؟ بإن باجي أطلع الركبة العمودية بالنسبة لنقطة A، إن أجي آخد من A دبل داش عمودي على L دبل داش لغاية لما يقابل خط الأرض، أنزل عمودي على خط الأرض، ومن A داش آخد خط أفقي هيقابل النقطة ديت في النقطة أو نقطة التقاطع، منها أجي أرسم عمودي على ال داش فهيديلي القصر الأفقي للمستوى، ومن خط الأرض أخد برضك عمودي على ال دبل داش فهيديلي القصر الرأسي للمستوى. يبقى إذا أنا حددت ار دبل داش وار داش. طيب يبقى إذا أول حاجة ده إمرار مستوى من A عمودي على محور L. إيجاد نقطة تقاطع M، إزاي بيطلع بقى نقطة تقاطع M اللي هي تقاطع المستوى مع المستقيم؟
باجي أمرر بالمستقيم مستوى مساعد، يبقى هنا مررت مستوى مساعد، وأشوف تقابل الأثرين الأفقيين للمستوى المساعد وهو مستوى R، أشوف تقاطع أو موقع على خط الأرض، أوصلها بنقطة 2 دبل داش اللي هي تقابل الأثرين الرأسيين. الخط ده هيقابل ال دبل داش في نقطة اللي هي هتدي لي نقطة ام دبل داش، وبخط التناظر الرأسي ممكن أطلع قيمة أو موقع ام داش. يبقى إذا حددت ام داش. طبعا عندي ام ايه ده عبارة عن نصف القطر، أطلع الطول الحقيقي لنصف القطر R اللي هي الخط الوصل بين A داش M داش و A دبل داش و M دبل داش، ويستكمل العمل بإقامة عمود من M، بعد كده من M أقيم عمود على مستوى القاعدة لتحديد رأس المخروط على بعد H وذلك على الطول الحقيقي. طبعا الكلام ده مقرر ممكن تكمله. مثال آخر، المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم. المعلوم منه مستوى القاعدة ومركز القاعدة وارتفاع المخروط ونقطة A تقع على سطح المخروط. يبقى دلوقتي عندي هنا نقطة A، يبقى هنا دلوقتي A ده عبارة عن مستوى القاعدة، مركز القاعدة، وعندي نقطة A دي تقع على سطح المخروط، وعندي ارتفاع المخروط H. يبقى زي ممكن احدد T. كويس. طبعا عندي TA ده بيمثل رسم. يبقى اذا انا عندي دلوقتي TA ده عبارة عن رسم، وعندي TM ده عبارة عن محور المخروط. بنشوف تقاطع الراسم TA مع مستوى القاعدة هيتقابل في نقطة B. طبعا يبقى إذا دي نقطة على قاعدة المخروط، MB دي تمثل نصف القطر، يبقى إذا دي نصف القطر عندي اتعرفت، وعندي المركز وعندي الارتفاع. نيجي نشوف خطوات الحل بالترتيب. من نقطة M نقيم عمود على R، يبقى إذا نقطة M موجودة عندي أقيم عمود على R، ونوقع عليه الارتفاع H على الطول الحقيقي طبعا، فنحصل على الراس T. يبقى راس المخروط T اتعرفت. بعد كده بنوصل T بA، يبقى ده هيدي لي أحد الرواسم. أشوف تقاطع الرسم ده مع مستوى القاعدة هيقطع في نقطة اللي هي نقطة B. MB تمثل نصف القطرة. أول ما طلعت نصف القطرة ممكن أرسم الدايرة، وممكن بعد كده أوصلها بالرأس فيكتمل تمثيل المخروط. مثال آخر، المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم. المعلوم منه مستوى القاعدة R ومستقيم L معطى بنقطتين عليه، يعني في عندي مستقيم بيجي لك إحداثيات نقطتين عليه، وعلى هذا المستقيم يقع أحد رواسم المخروط. يعني في عند مستقيم L عليه أحد الرواسم ومدينا طول الرسم. طيب لو جينا بصينا للشكل ده التفكير قبل ما نبتدي في الحل الوصفي، نشوف الحل الفراغي هنعمل ايه. أنا عندي L، طب الخط ده موجود وعندي المستوى، طب تقاطع الخط ده مع المستوى هيدي لي نقطة، دي نقطة على القاعدة مدام أحد الرواسم. طب لو جيت على النقطة دي، من النقطة دي لو جيت حطيت طول الرسم الموجود عندي هيدي لي رأس المخروط. طب رأس المخروط دي لو جيت أسقطت عمود على مستوى القاعدة هيدي لي مركز المخروط. طالما المركز اتعرف
وعندي نقطة على المحيط يبقى إذا نصف القطر اتعرف وعندي H ممكن أمثل المخروط. نيجي نشوف خطوات الحل بالترتيب. أول حاجة نوجد تقاطع الرسم مع مستوى القاعدة، هتكون في نقطة A. بعد كده نعين مسافة اللي هي طول الرسم من نقطة A، بداية من نقطة A يعني أطلع طول حقيقي، ومن نقطة A أحط طول الرسم فهيدي لي رأس المخروط T. نسقط من الرأس T عمودي على مستوى القاعدة فهتيجي في نقطة M اللي هي مركز قاعدة المخروط. طبعا عندي تي ام دي بتساوي اتش كمان، يبقى اذا ممكن لو طلعت طول الحقيقي بتاعها حاجة الاقي انها دي بتساوي اتش، وعندي ام اي بتساوي ار، يبقى اذا ممكن في الحالة دي اكمل رسم دائرة المخروط، ولو وصلتها بتي ممكن احدد مسقطي المخروط. مثال آخر أو فكرة أخرى، المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم. المعلوم منه محور المخروط يقع على المستقيم L، يبقى إذا عندي دلوقتي في مستقيم وعليه محور المخروط، محور المخروط اللي هو بيبقى عليه الارتفاع H، وأحد رواسمه يقع على المستقيم K، يبقى عندي في مستقيم تاني K ده وعليه أحد الرواسم. طيب لما يكون ده واقع عليه احد الرواسم، ده واقع عليه طبعا احد الرواسم معناها انها تشمل الراس، راس المخروط، وعندي ال برضك عباره عن محور المخروط، يبقى اذا ما دام محور المخروط يبقى لازم هيبقى عليه الراس، تقابل الاثنين الخطين مع بعضهم طبعا هيدي لي راس المخروط تي، ومدي لي نقطه ان تقع في مستوى القاعده. قال لي هنا N موجودة في مستوى القاعدة وليس في قاعدة المخروط، يعني موجودة في المستوى R. خطوات الحل هنيجي نعمل ايه؟ طبعا هنا احنا لو شفنا كده تقاطع، نمرر مستوى من نقطة N، يبقى عندي انا عندي نقطة N، لو خدت مستوى عمودي على محور المخروط هيدي لي مستوى اللي هو R اللي هو مستوى القاعدة، هيقطع المحور في نقطة M اللي هي المركز، وتقاطع K مع المستوى R طبعا هيدي لي نقطة A اللي هي نقطة على محيط دائرة المخروط، وتقاطع المستقيمان K وإلا هيكون في نقطة اللي هي رأس المخروط. عندي طبعا تي ام اللي هي بتساوي ارتفاع المخروط، ممكن اطلع طول الحقيقي بتاعها، وعندي ام اي ده عبارة عن نصف القطر، يبقى بالطريقة دي ممكن امثل المخروط تمثيل كامل. مثال آخر، المطلوب تمثيل المخروط دائري قائم. المعلوم منه ارتفاع المخروط H ومستوى القاعدة، يبقى عندي مستوى القاعدة R، و ارتفاع المخروط موجود عندي، ومركز القاعدة موجود، يبقى M برضك موجودة، والمستوى S يمس المخروط. معنى مستوى يمس المخروط معناه انه هيمس احد رواسم المخروط، وطالما هيمس احد رواسم المخروط يبقى اذا هيبقى واقع على المستوى ده راس المخروط، وكذلك نقطه على قاعده المخروط، يبقى ده المستوى S. بنبقى خطوات الحل، اول حاجه اقامه عمود من M على المستوى R، وبنحدد نقطة رأس المخروط بوضع الارتفاع H عليها. تاني حاجة تقاطع المستويين S و R، هيكون في خط التقاطع K،
ندير كي وإم حول القصر الأفقي للمستوى R، وبعدين من نقطة M في الدوران نسقط عمود على من M نسقط عمود على K، فتتحدد نقطة التماس اللي هي نقطة E. طالما تحددت نقطة A يبقى MA دي عبارة عن نصف قطر المخروط، والارتفاع موجود عندي، يبقى إذا ممكن أحدد المخروط. مثال آخر: المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم ومسقطي المستويين المماسين للنقطة N الواقعة على سطح المخروط. إيه اللي معلوم في المخروط؟ ألا قاعدة المخروط في المستوى الأفقي ومركز القاعدة M. طبعاً هنا ما دام قاعدة المخروط في المستوى الأفقي معنى ذلك أن المستوى أو المخروط هيظهر على شكل دائرة في المستوى الأفقي. وعندي ارتفاع المخروط H موجودة، نص قطر قاعدة المخروط موجودة. طيب، والنقطة N دبل داش دي عبارة عن واقعة على سطح المخروط. خطوات الحل هنبينها وصفيا. ان لو جيت خدت ادي المخروط، طبعا ده واقع في المستوى الافقي، فعندي هنا نقطة المركز M دبل داش، و الارتفاع هيبقى في اتجاه عمودي على خط الارض، وبالتالي رأس المخروط ومركز المخروط هيبانوا في نقطة واحدة في المسقط الأفقي. موجود عندي نصف القطر R، أرسم دائرة بنصف قطر R، دائرة كاملة، وممكن أحدد مكانها في المسقط الرأسي. بعد كده باجي أقول نقطة، مديلي نقطة N دبل داش، ده مديلي إحداثيتها، وقال لك النقطة دي موجودة على سطح المخروط، والمطلوب هو إيجاد مسقطي المستويين الممسين للنقطة N، وليه مستويين ممسين؟ أجي أبص كده نقطة N دي على سطح المخروط، لو جينا شفنا المسقط الأفقي عن نقطة N دي ممكن تكون في الجهة الداخلية أو في الجهة الخارجية. طيب كويس، إزاي أحدد مكانها؟ لو جينا خدنا خط مساعد هيقطع أو مستوى مساعد هيقطع المخروط في دائرة في المسقط الأفقي. الدائرة في المسقط الأفقي تقاطعها مع الخط التناظر N دبل داش هيجي يقطعها في نقطتين، نقطة خلفية ونقطة أمامية. هسمي واحدة منهم يبقى ده محل هندسة مسقط N داش، هنيجي نلاقي إنها هيجي إما تيجي في N واحد داش أو N اتنين داش، يبقى إذا ممكن تكون النقطة موجودة هنا على سطح المخروط، السطح الداخلي بقى وإحنا باصين كده، أو هنا في على السطح الخارجي وإحنا باصين في الاتجاه ده. كويس، إحنا عاوزين نمس. لو جينا وصلنا مركز المخروط بنقطة N واحد داش، المماس عبارة عن المستوى العمودي أو الخط العمودي على الخط M داش اللي احنا رسمناه M داش N واحد داش، وده هيمثل الأثر الأفقي لمستوى التماس. كويس، المفروض المستوى ده بيحتوي على نقطة N واحد داش. باجي أشوف إن واحد داش ديت، أجيب الركبة الموازية لها، بمعنى إن أجي أخد موازي للأثر الأفقي، عمودي على الأثر على خط الأرض، هيجي يقابل الخط الأفقي المقارب من إن دبل داش في نقطة، النقطة ديت المفروض أوصلها بتقاطع الأثر الأفقي مع خط الأرض، فهيحدد لي الأثر الرأسي
المستوى الممس. نفس الكلام حاجة أعمله بالنسبة لنقطة ان 2 داش، أوصل ام داش ان 2 داش، ومن تقابل عند قاعدة المخروط برسم مستوى أو اللي هو الأثر الأفقي المستوى المماس اللي هو اللي باين باللون الأحمر، جاء بالخط الأرضي في نقطة. طب عشان أحدد الأثر الرأسي أعمل إيه؟ أجي برضك نفس الكلام إن 2 داش جي، أشوف الركبة الموازية لها إزاي، بإن أجي أخد من إن 2 داش موازي للأثر الأفقي، أطلع بخط عمودي على خط الأرض هيقابل الخط المار بإن دبل داش في نقطة. النقطة ديت أوصلها بتقاطع الأثر الأفقي مع خط الأرض، فهيدي لي S2 دبل داش. يبقى إذا حددت المستويين المطلوبين. مثال آخر، المطلوب تمثيل مخروط دائري قائم، المعلوم منه مستوى القاعدة ومركز القاعدة وارتفاع المخروط ونقطة A على سطح المخروط. طبعا ديت يعني هنيجي نلاقي إنها عملية سهلة جدا. تعال نشوف إيه هنعملها إزاي. أول حاجة لو كان عندي مستوى القاعدة مبين R دبل داش و R داش الأثرين، ومركز القاعدة زي ما قلنا بيبقى فيها حاجة ناقصة ممكن أجيبها عن طريق إنها واقعة في المستوى R، ممكن بالطريقة اللي قلنا عليها مداش ومداش ممكن تحدد، يبقى ده مركز. بعد كده عندي ارتفاع المخروط. طب ارتفاع المخروط ده يبقى إذا من نقطة M باجي أسقط عمود أو أقيم عمود على المستوى R وأحط عليه المسافة 6.5 سنتيمتر. إزاي؟ باجي أقول هنا في عندي النقطة الأول، نمثل النقطة دي اللي هي نقطة A اللي موجودة على سطح المخروط. كويس، باجي هنا أول حاجة إقامة عمود من M على مستوى القاعدة، يبقى إذا من نقطة M عمود وM داش عمود على الأثر الأفقي. كويس، وبعد كده نحدد الرأس أو رأس المخروط بإني أجي أخد مسافة من M بارتفاع H على الطول الحي. طيب يبقى إذا لازم أحدد نقطة ولتكن نقطة مساعدة اللي هي واحد دبل داش، أشوف فين موقعها في المسقط الأفقي، وبعد كده باجي أدور المسافة M داش M دبل داش واحد دبل داش لغاية لما تيجي على الخط الأفقي المر بـ M دبل داش، وأشوف خط التناظر هيجي يقابل خط الأفقي المر بواحد داش في نقطة. النقطة ديت لو وصلتها بـ M داش ده هيدي لي الطول الحقيقي لـ M واحد. طيب على الطول الحقيقي ده حاجة أحط ارتفاع المخروط اللي هو 6.5 سنتيمتر. يبقى إذا من نقطة M داش أحط 6.5 سنتيمتر، جت نقطة هنا، النقطة ديت باجي أروح واخد خط موازي لخط الأرض، فجت نقطة T داش بخط تناظر رأسي هيديني نقطة T دبل داش. يبقى إذا حددنا رأس المخروط. الحاجة التانية عندي T A، ده هيمثل راسم للمخروط. تي اي تمثل راسم للمخروط. طيب عندي اوصل نقطة تي بي اي، نجيب تقاطع الخط تي اي مع مستوى القاعدة. يبقى اذا باجي اجيب تقاطع الراسم مع مستوى القاعدة. ازاي؟ بإني أجي أخد مستوى مساعد برضك بنفس الطريقة
ونفس الكلام ما فيهاش أي اختلاف. تقابل القصرين الأفقيين في نقطة، شوف المسقط بتاعها سواء في المسقط الأفقي أو في المسقط الرأسي أو المسقط الأفقي، وأشوف خط التقاطع. جت هنا نقطة، آسف، نقطة التقاطع جت هنا في نقطة اللي هي نقطة بي داش، وبخط التناظر الرأسي هيدي لي بي دبل داش. يبقى إذا بقى عندي دلوقتي ام بي هو ده بيمثل نصف القطر، أطلع الطول الحقيقي له فيكون هو ده عبارة عن نصف القطر قاعدة المخروط، ونستكمل المساقط كما سبق ذكره. وإلى محاضرة أخرى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.